نظرية ستيرنبرغ اقترح نظرية مركبة من 3 أبعاد. البعد الأول الذكاء والخبرة أو العلاقة بين العاملين. المقصود بالذكاء والخبرة كما هو واضح علاقة الذكاء بالخبرة التي يمتلكها الشخص والتي قام بها. هل كلما زادت الخبرة يزيد الذكاء أم ينقص؟ هذا المقصود بالذكاء والخبرة والعلاقة بينهما. الذكاء والعالم الداخلي للفرد. العالم الداخلي للفرد قدرة الفرد على التعرف على نفسه، وسبقا شرحناه في النقطة في الشريحة السابقة. الذكاء والعالم الخارجي للفرد. هل الذكاء علاقة بالعالم الخارجي للفرد؟ العالم الخارجي للفرد قدرة الفرد على التعامل مع الخارج، مع العالم الخارجي من أصدقاء، من مدرسة، وعلاقته بالذكاء. مكونات الذكاء حسب نظرية ستيرنبرغ: مكونات التخطيط والمراقبة والتقييم العليا، مكونات الأداء التي تترجم تعليمات العمليات العقلية العليا في تنفيذ المهمات وحل المشكلات، مكونات اكتساب المعرفة وأهمها عمليات الربط والمقارنة، مكونات الخبرة التي تضم القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة والتلقائية في معالجة المعلومات، استراتيجيات تحقيق أهداف السلوك الذكي وتضم التكيف مع المحيط وتشكيله واختياره. تمثل نظرية ستيرنبرغ ونظرية غاردنر الاتجاهات الحديثة. نظرية كلارك: عرفت الباحثة الأمريكية كلارك الذكاء بأنه محصلة الأنشطة الدماغية للفرد في المجالات الانفعالية والحدسية والبدنية الناجمة عن التفاعل بين النمط الوراثي الجيني الفريد وبين المحيط أو البيئة، وهو بذلك حصيلة تفاعل بين سمات موروثة وأخرى مكتسبة، ويمكن تقويته أو إعاقته اعتمادا على طبيعة هذا التفاعل. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم استفدتم منها. طبعا أتمنى منكم التركيز في المحاضرة، واللي ما فهم نقطة يقوم بإعادة النقطة لسماعها أكثر من مرة، أو طرح أي سؤال لديكم في صفحة النقاشات. طبعا محاضرة اليوم النظريات فيها تداخل شوية، يبغى لكم تركزون فيها، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا. أبغاكم تركزون، تشوفون النقاط اللي فيها شوية لبس عليكم تطرحونها في صفحة النقاشات، وأتمنى منكم حل المهمة. معاكم المرة هذه إن شاء الله شهر عشان يتمكن اللي عنده اختبارات أو ارتباط بمحاضرات ثانية إنه يحلها. أتمنى لكم التوفيق وحل المهمة، وبانتظاركم إن شاء الله في الأسبوع القادم. شاكرة لكم حسن الاستماع.